السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة ما تطرق إليه الأساتذة قبلي كاف لكي يلقى الضوء بشكل مباشر على الآليات التي صدر بها دستور 2002 بخلاف ما هو مقرر في دستور 73، وبالتالي افتقاد دستور 2002 للشرعية. لن أطيل في ذلك، أصحح على الأقل من وجهة نظري كمهتمة بالشأن الدستوري بأنه إطلاق لقب دستور منحة ولا دستور تعاقدي هذه مسألة مرتبطة بآليات إقرار الدستور وليس بتوقيت صدورها التاريخي أو الخلفية التاريخية لصدورها. فبالتالي متى كما كان الدستور صادرا بإرادة الحاكم والحاكم وحده عد دستور منحة أيا كان توقيت إصداره. لذلك أنا أعتقد أنه يجب أن لا نستهلك جهدنا في نقاش غير ذي جدوى هل هو دستور منحة ولا لا، لأن في النهاية إحنا كنا مسلمين بأن صدر بإرادة منفردة بعيد عن إرادة الشعب. فلنركز على الجوهر، وهذا هو الجوهر. أنا أعتقد أنه بعد كل الانقلابات التي قامت بها السلطة على قواعد قررت من ذاتها أن تلتزم بها، يعني الأمير الراحل إذا شفنا إعلان الاستقلال اللي صدر في أغسطس 71 هو الذي اختار من ذاته وهو بصدد الانتقال بالبحرين من المشيخة إلى الدولة أن يوجد دستور. وسعادة الدكتور حسين البحارنة فصل لنا في آليات إصدار هذا الدستور، وبالتالي لما نقول تعاقدي نحن نقول بأنه في النهاية عقد ألزم الشعب وألزم الحاكم. ويلزمنا بعض التواضع عندما نتحدث عن دستور 73، يعني دستور 73 لم يكن المثال الأفضل للديمقراطية، كان دستور موائم لفترته وللسياق التاريخي الذي صدر فيه. يكفينا أن نعرف أنه دستور 73 اللي قلنا البحرين دورة ديمقراطية الشعب فيها مصدر السلطة لا يسمح بشيء مثل طرح الثقة في رئيس الوزراء. طيب وين الديمقراطية وما أقدر أطرح الثقة في رئيس الوزراء؟ كان يتكلم عن مساءلة رئيس الوزراء في الاستجوابات، نعم إذا تولى رئيس الوزراء حقيبة وزارية لكن يمنع طرح الثقة. كان يتكلم عن أن ذات الأمير مصونة لا تمس. في ذات الوقت هذا الدستور حقق على الأقل سلطة تشريعية منتخبة بنسبة 74%. الآن سلطتنا التشريعية منتخبة بنسبة 50% كما نعلم، مع كل ما يكتنف العملية الانتخابية من هيمنة، دعونا نقول هذه الكلمة، من هيمنة للملك وللسلطة التنفيذية عليها، وبالتالي حتى 50% لا تعكس 50% من إرادة الشعب. والأستاذ عبد الجليل خليل يعني لخص في هذا الموضوع. سأعرج بشكل سريع جدا على معوقات الديمقراطية في دستور 2002. الفكرة البسيطة التي تثبت أن دستور 2002 دستور أكثر تراجعا على ميزان الديمقراطية من دستور 73 هي معيار سلطات الملك. نذهب لنرى ما هي سلطات الملك، كيف تحولت، كيف زادت، وكيف يعني استحوذ بها الملك على معظم السلطات في البلد. أولا دستور 2002 يتكلم عن مباشرة الملك سلطاته، يعني وممارسته سلطاته بشكل مباشر. كان في دستور 73 يمارس السلطة عبر الوزراء، والوزراء يسألون أمام البرلمان. إذن من يتخذ أي قرار في وزارته خاضع للرقابة، إنما الملك تونا قايلين ذات مصونة لا تمس، ومع ذلك يمارس السلطة مباشرة. إذن هو حصن نفسه من المساءلة ومنح نفسه سلطة الحكم المباشر. كيف تعامل الدستور الذي صدر أصدره الملك بنفسه في 2002 مع سلطات الحكم المباشر؟
نفرق في القانون الدستوري بين أمرين: أن يصدر الملك أمر وأن يصدر الملك مرسوم. لما نتكلم عن الأمر، هو الأداة التي يستعملها الملك لتعرب عن إرادته فرداً. المرسوم هي الأداة التي يصدر بها الملك ويمارس بها الحكم ويمارس بها السلطة، مقترناً فيها توقيعه بتوقيع رئيس الحكومة وأحياناً الوزير المختص. فأنا لما أقول أمر، يعني أعني الملك لوحده بإرادة المنفردة المطلقة، ولما أقول مرسوم أعني الملك ومعه السلطة التنفيذية، رئيس الوزراء والوزراء بحسب الأحوال. طيب، 73 الملك كان يصدر أمرين: يعين ولي العهد ورئيس الوزراء. بس هذه الشغلتين اللي يسويهم الملك بأمر بإرادة مطلقة ما حد يحاسبه فيها. في 2002 عند 12 نوع من الأوامر. إنزين، يعني الدكتور يقول لي 17، أني بحسب يعني علم المتواضع عندي 12. طيب، يعين رئيس الوزراء، يعين ولي العهد، يعين أعضاء مجلس الشورى، والدكتور قال لنا اللي بيمارسون سلطة التشريع بنسبة 50%، يقدر يمد الفصل التشريعي لمدة شهرين، يقدر يأجل الانتخابات لمدة سنتين. هذا كله بكيفه، بتوقيع بروحه. يعني احنا لما نتكلم عن ديمقراطية، وين تتأتى الديمقراطية والملك بإمكانه يمد مجلس بنسبة 50% من الدورة التشريعية؟ ما عليه بتقولون لي والله المجلس في النهاية ترى منتخب، بس أنا أقول لك إرادة الناخب إرادة متجددة. المشرع الدستوري قال إنه يمنح سلطة مراجعتها كل 4 سنين، أرجعني أصادر هذه السلطة سنتين، ليش؟ وين الديمقراطية في هذا الكلام؟ طيب، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية أمر في غاية الأهمية، الملك يسويه بأمر، ويتساوى في ذلك تعيين القضاء بأوامر. يعني الملك يمارس مباشرة سلطته، يشارك في السلطة التنفيذية وممكن أن يمن عليها، وكذلك يتحكم في السلطة التشريعية 50% من أعضاء مجلس الشورى والدوائر الانتخابية بمنسوب، وكذلك يتحكم إطلاقا في السلطة القضائية. ماذا بقى من الدولة وماذا بقى من القانون؟ لذلك الصورة واضحة جدا، أن نحن في دستور 2002 نتكلم عن ميزان يرفع كفة سلطات الملك وينزل كفة سلطات الشعب، وهذا شيء يعني لا يغيب عن نظر حتى الطالب في سنة أولى حقوق، يعني موضوع محسوم. طيب، الآن أنا أعتقد بأنه المسألة كلها متعلقة بموضوع محدد: تمارس الحكم وتمارس السلطة من جهة، نعم، ولكن ما الفائدة إذا لم يقترن ذلك بالمال؟ أنا الآن النقطة التي أريد أن أوصلها إليكم هي كيف تعامل الملك شخصياً مع موضوع المال وموضوع الموارد والتحكم والسيطرة في الموارد. نتذكر أستاذنا العزيز حسن العالي قال لنا بأنه 25% من واردات الدولة أصلاً ما تدخل في الميزانية العامة ولا تخضع إلى الرقابة. الله يمسي بالخير، وأنا كل ما جيت هذه القاعة ونتكلم في الشأن الدستوري أتذكر طبعاً أخواننا المغيبين في السجون وعلى رأسهم الأستاذ إبراهيم شريف. إذا تتذكرون المقابلة الشهيرة اللي كانت برنامج في الميزان بحضور الأستاذ عبد النبي سلمان، واللي تسببت في إقالة الوزير السابق كمال، إذا تذكرون جهاد أبو كمال، يعني مع حفظ الألقاب ومع كل احترام،
الأستاذ إبراهيم شريف تطرق في تلك المقابلة بالذات إلى موضوع ميزانية الديوان الملكي. خلنا شوية نرجع في التاريخ نشوف إيش قصة ميزانية الديوان الملكي. دستور 73 إيش قال؟ دستور 73 احنا نتكلم عن المادة 33، هذه من أهم مواد الدستور لأنها المادة اللي تتكلم عن سلطات الأمير، والأمير مثل ما قلنا سلطاته واسعة. ما كان في خجل عند المستشار الدستوري اللي سوى دستور 2002، لما نروح إلى المذكرة التفسيرية تتكلم بمنتهى الوضوح على أن هذا دستور يقنن إلى نظام نيابي، وتعبيرهم مطعم بمظاهر النظام الرئاسي. هذا تعبير المذكرة التفسيرية. يعني شنو نظام الرئاسي؟ طبعا احنا نعرف ان الرئيس فيه يمارس سلطات مباشرة ومهمة على حياة الأمة، على مقدرات الأمة، فهم ما كانوا خجولين أبدا. بمنتهى الصراحة قالوا لكم هذا الدستور راح يجي عندكم برلمان بس نظام رئاسي. طبعا احنا ما عندنا رئيس، فعندنا ملك، فالسلطة في ايد الملك. في مسألة الفلوس، شلون سلطة في ايد الملك؟ بنتكلم الحين عن الموضوع. 73 المادة 33 كانت تقول بأنه، وأنا للدقة نقول النص، ما بستطرد في أي شيء إلا في هذا الموضوع، تقول إن للأمير مخصصات مالية سنوية تحدد بمرسوم أميري خاص، ولا يجوز تعديل هذه المخصصات مدة حكم الأمير، أمير الراحل. الحين أهم فقرة، ويكون تحديدها بعد ذلك بقانون. يعني ويش السلطة التشريعية؟ طيب للتاريخ، وهذا شيء مو من عندي، هذا شيء موجود في الجرائد الرسمية، بناء على اتفاق وقتها، ويأكد سعد الدكتور حسين البحارنة، بين الأمير وبين السلطة التشريعية والحكومة حددت مخصصات الأميرية من سنة 73 بستة مليون دينار سنويا، صح؟ استمرت ستة مليون إلى أن تقل إلى رحمة الله تعالى الأمير. وهذه في كشوف الميزانيات موجودة، يعني موجودة عندي، حتى لو حبيتم تطلعون عندي نسخ من هذه الميزانية. انزين خلصنا الوقت، بس ما خلصت النقطة، نص الوقت. لا واجد زين، لا واجد زين، قبل العشر منخلص. طيب الآن احنا ايش قلنا؟ احنا قلنا بأن 6 مليون إلى الأمير الراحل إلى أن توفى. طيب الآن توفى الأمير الراحل، جاء الملك 6 مليون ما تصرف، ببساطة يعني. طيب شو نسوي؟ توهقنا. ليش؟ لأنه الدكتور شرح لنا بأنه بعد ما عطلوا الدستور راحوا طلعوا أمر أميري 4 سنة 75 اللي إبه استحوذ الملك والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على سلطة التشريع وعلى حكم البلد، حكم مطلق يعني ببساطة. الآن مع ذلك ما زالت كل القوانين، ما زالت كل السلطات من 75 تمارس تحت اسم دستور 73. طيب دستور 73 شو يقول؟ يقول إن المخصصات الأميرية حددها القانون بعد شنو؟ بعد وفاة الأمير الأول. طيب الآن شو يسوي الملك؟ مسقط في إيده. تذكرون لما تكلمنا عن الأوامر الأميرية؟ يعني الأوامر، لما قلنا أن الأمر يطلع بالأمر بتوقيع الملك بروحه، المرسوم بتوقيعه، طلع الأمير حينها الملك حاليا أمر منح إلى نفسه في، أو هذا الأمر طلع في أكتوبر 2001. أنا طبعا أعتب على الإخوان المنظمين إنهم لما حطوا الورقة مالتي شالوا منها كل الهوامش، فيها 46 هامش انشالت. فهذا الأمر وفي التفصيل ماله وارد في الهامش،
الأمر اللي طلع في أكتوبر كام؟ أكتوبر 2001، يعني شنو؟ نلاحظ التاريخ، أكتوبر 2001 يعني ما طلع دستور 2002، صح؟ بعده ما طلع. إحنا اللي عطى الملك سلطة إنه يقرر بذاته بمرسوم ميزانية للديوان الملكي دستور 2002. طيب إحنا في 2001 ما عندنا هذه السلطة، فراح الملك من ذاته بأمر طلع في أكتوبر 2001. إيش قال؟ بروحها طلع أمر وقال يكون للديوان الأميري ميزانية خاصة يستقل بها وتصدر بأمر أميري. هتصور طلع أمر قول من حقي أطلع أمر أحدد ميزانية الديوان. طبعا أنا هذه بس حبيت ألفت نظركم إليها، إلى أنه القوانين والدساتير في الأنظمة الاستبدادية لعبة الحكام. فلا أحد يجي يقول لي والله أنا ما أقدر أعدل هذا الدستور اليوم لأن أنتم محتاجين لاثنين ثلثين من أصوات الشسمة المجلس الوطني وما عندكم إياها، فأنتم لازم تخضعون للقاعدة الديمقراطية. يا عمي أي قاعدة ديمقراطية؟ ما أنت الدستور والقواعد الديمقراطية هذه تقصصها بالطول وتقصصها بالعرض ومرة تشيل نصها، يعني بحسب ما ترتقي أنت وفي مصلحتك. الأرقام المهمة اللي لازم نعرفها، إن ميزانية الديوان الملكي حسب ما ترصد المعلومات المتواردة في الإعلام، حتى الإعلام المحلي، في سنة 2005 جاوزت 190 مليون دينار. إحنا كنا نتكلم عن ستة، ها؟ فهذا الموضوع اللي يفسر بجزء كبير منه ليش 25% من الموارد ما تروح الميزانية. احنا الآن ناخذ هذا كمثال على أنه التراجع في الديمقراطية مسألة ثابتة مو محل نقاش، ما أعتقد أن في أي أحد ممكن يعني يناقش فيها إذا كان إنسان عاقل والمستمع إليه إنسان عاقل. أنا أعتقد بأنه يعني الثبات في المطالبة بالديمقراطية أكيد شيء مطلوب. كلامي موجه إلى الإخوة جميعا في المعارضة. أنا أعتقد بأنه يعني التاريخ القريب لعمل المعارضة أثبت بأنه يعني الخصم يعني يلعب بكل الأوراق ولا تحكم أي معايير أخلاقية، ومستعد إلى التضحية بما يشاء. وهذه إحنا يعني أجراس إنذار دقيناها مبكرا من وقت ما طلعت فضيحة البندر والتقسيم الطائفي والهيمنة عبر الاختراق حتى إلى المجتمع عبر المسألة الطائفية. هذه كلها يعني مسائل كانت واضحة مقدما، الرجوع إلى انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب. تشوفون اليوم المعارضين وين؟ جزء من المعارضة برا وجزء من المعارضة داخل، ولا في أي ضمان الوضع ما يتفاقم. أنا أعتقد بأنه طبعا بإمكانكم الرجوع للورقة للتفاصيل، ولكن أنا أعتقد أنه مزيد من التنسيق فيما بين المعارضة مطلوب، إيجاد شكل من التنسيق والدائم بين المعارضة شيء مطلوب. وأنا في هذا أقول يعني مثل ما كنت أقول لا نقعد واجد نناقش منحة ولا مو منحة، أنا أقول لا نقعد نسأل أنفسنا أسئلة، هل من حقي ولا مو من حقي، نشتغل ونمشي. لأنه اللي أوجدهم الفقاقيع اللي أوجدها النظام عشان تخلق قوة موازية، هذا شيء ما راح يصمد، لأن ما في قوة حقيقية ولا في قوة شعبية ولا في أي ولا في تاريخ نضالي ولا في فكر وراء هذا الموضوع. فأني يعني لن ليجي الحكم يسوي لنا بعبع، إحنا نروح نقول إيه لأنه بنتعامل مع البعبع بحجمه. ما في بعبع أصلاً. من هالمنطلق أنا أعتقد بأن مشاريع على طريقة الحوار الوطني الدائر
هذه مشاريع بلا أفق، ما عندها مقومات نجاحها على أي مستوى. أعتقد أنه التركيز في تنظيم البيت الداخلي للمعارضة هو اللي لازم يأخذ الأولوية. أنا ما أدعو إلى مقاطعة الحوار، خلي ضمن 60,000 مهمة تسويها، ما عندنا مشكلة، بس أنا أعتقد أن الجهد يجب أن يركز في موضوع آخر، هو موضوع العمل كمعارضة وطنية جامعة وشاملة، وليس معارضة وطنية تنسق بشكل جزئي آني حسب ما يستدعي الوقت. شكرا لكم.